إذا ننقل لكم مباشرة وصول طواف المغرب إلى مدينة العرائش، يستقبل مدينة العرائش طواف المغرب الذي انطلق في المرحلة الأولى من سوق الأربعاء على مسافة 159 كيلومتر من سوق الأربعاء إلى مدينة طنجة. إذا وصول تأمين يعني الأمن اللي كيأمن وصول المتسابقين. نرحب بمن التحق بنا. إذا المباشر نقل وصول متسابقي طواف المغرب انطلاقوا من مدينة سوق الأربعاء العرب. إذا وصول القافلة أو الكوكبة الأولى من المتسابقين. إذا الكوكبة الأولى وصلت الكوكبة الأولى إلى مدينة العرائش في انطلاق أو في ترقب وصول الكوكبة الثانية للسباق. سلام، شنو وقع؟ يعني وصول طواف المغرب الى مدينة العرائش استقبلت يعني طواف المغرب انطلق في مرحلته الاولى من سوق الاربعاء الى مدينة طنجة على مسافة 159 كيلومتر. المرتقب ان تحل يعني او تستقبل مدينة طنجة المحطة الاولى يعني لوصول المتسابقين في اول مرحلة. طواف المغرب هذه السنة سيقطع المتسابقين أزيد من 15000 كيلومتر. تواصلوا معنا اللي عندهم شي سؤال، اللي عنده شي اقتراح، اللي عنده أي حاجة. إذا الكوكبة الأولى دازت، الكوكبة الأولى من المتسابقين يعني وصول وهي وصلت كوكبة متجمعة فيها حوالي 30 متسابق. يعني هناك منافسة قوية بين المتسابقين على ما يظهر في أول انطلاق طواف المغرب اللي كيعرف مشاركة كبيرة هذه السنة. طواف المغرب الدولي، الطواف الذي راكم يعني تجربة كبيرة على مستوى التنظيم، على مستوى اللوجيستيك يعني والإعلام، التغطية الإعلامية. مدينة العرائش هذه السنة لم تستقبل يعني وصول المتسابقين، ولكن في السنة يعني لكل منها يعني استقبلت مرحلة من الطواف. أنا هذه السنة تم استثناء مدينة العرائش، ولكن مدينة طنجة تحظى بأول استقبال لمتسابقي في المرحلة الأولى من طواف المغرب. ياسين جينو، أهلا ياسين، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، مرحبا بك عندنا. تفعلوا بارتاجيو، تواصلوا معنا اللي عنده شي اقتراح أو عنده شي حاجة. احنا مازال كننتظروا وصول يعني الكوكبة الثانية من طواف المغرب في مرحلة انطلاق المرحلة الأولى. أهلا زهرة، زهرة السلام، أهلا السلام، تبارك الله عليك. يعني الظروف كانت مزيانه الان استقبال مدينه العرائش لطواف المغرب. المدينه عرفت يعني امطار عاصفيه في الصباح، ولكن الان الجو مناسب للاستقبال. اذا كان الجو ربما المنظمين كانوا ناجحين يعني في اختيار الوقت المناسب لانطلاق المرحله الاولى اللي انطلقت من على الساعه الواحده من مدينه سوق الاربعاء. شمس عابر تقريبا، شمس عابر
اذا وصلوا مع ثلاثه يعني وصلوا تقريبا وصلت المحطه الاولى يعني المرحله الاولى وصلت مع المرحله الاولى تقريبا وصلوا مع ثلاثه الاربع يعني تقريبا مدينة العرائش يعني دائما كتكون محطة طواف المغرب ناجحة المرور ديالها واستقبال ديالها. إذا الآن وصلت الكوكبة الثانية للمتسابقين، وصلت الكوكبة الثانية إلى مدينة العرائش. ندخل لكم مباشرة الكوكبة الثانية، الكوكبة الثانية متجمعة اللي كتعرف أكبر عدد من المتسابقين، أكبر عدد من المتسابقين اللي كتعرف مشاركة ديال واسعة لمتسابقي من مدن ومن دول مختلفة. شكرا اخي، تبارك الله عليك، هذا الشيء كنقوموا به يعني اللي قدرنا عليه، تبارك الله عليكم انتم في العين وفي القلب. اذا هنا تامين طواف المغرب كيعرف مشاركه واسعه وكذلك لوجيستيك واسع ومشاركه مجموعه ديال الشركات الداعمه لطواف المغرب كما هي معروف شركات سبونسورينغ. إذا الكوكبة الثانية وصلت حوالي الساعة الثالثة وهي اللي كانت متجمعة ولموجودها أكبر عدد من المتسابقين، والمسابقة كتعرف منافسة قوية، مشاركة أبطال يعني عالميين معروفين بمشاركات الدولية ديالهم هذه السنة. السلام يوسف الحناش، تبارك الله عليك. بلال الشرقي، تبارك الله عليك. داكشي اللي قدرنا عليكم راه حنا كنديرو، ما كرهناش يكون عندنا شي فتحنا شي كاميرا واعرة كبيرة نقول لكم داكشي كيما بغيتو غير قبلوا علينا وصافي. إذا ننتظر الكوكبة الثالثة. كنلاحظوا بأن كان هناك فرق كبير ما بين الكوكبة الأولى والكوكبة الثانية، تقريبا واحد ربع ساعة يعني بيناتهم بين الكوكبة الأولى والكوكبة الثانية، والكوكبة الثالثة الآن من المنتظرة باش يعني توصل بعد قليل. كنلاحظوا الآن أحد المتسابقين اللي بوحدو ماجي يعني كنلاحظوها هو أحد المتسابقين. إذا وصل أحد المتسابقين بعد مرور الكوكبة الثانية وحدو يعني ما عرفناش الأسباب، ربما يعني ما شي ظروف ما عرفناش علاش ما وحدو يعني غادي. كنعرفوا الرياح اليوم الرياح قوية لعبت الدور ديالها، يعني وقع واحد التأخير يعني في وصول المتسابقين، كانت الظروف صعبة اللي مر فيها السباق، يعني كانت الرياح قوية معروفة اليوم، وكانت أمطار يعني كانت أمطار في انطلق ما عرفتش الظروف اللي جا فيها كامل السباق، ولكن اليوم ممطر، كان جو عاصفي وعرفت رياح قوية. تبارك الله عليك، الله يعاون الجميع، تبارك الله عليك. شكرا شكرا يوسف، شكرا خالد، شكرا. هذا الشيء فيه الكفاية، تبارك الله عليكم، يعطيك الصحة والله. إلا شوف كنقوموا بواحد المجهود كبير وان شاء الله ما كنتكلموش على راسنا، ولكن خليوا الخدمه ديالنا هي اللي تكلم علينا، وباقي ان شاء الله يجي الوقت باش نتكلموا باش يعرفوا الناس الخدمه اللي كنقوموا بها ان شاء الله. وحنا مازال الى الامام دائما، راش انفو توجور افيك سي زوليتور سي. المتتبعين ديالنا الليكتور بزاف كبارين فيما كنتو، كنحييوكم بجميع انحاء العالم، عرش انفو دوليه، عرش انفو وطنيه،
العريس عنفو محلية، العريس عنفو في الدرب، نحيي معكم كما تنصحنا معكم من أجل إعلام القرب، من أجل تقريب المعلومة للقارئ والمتتبع في المكان. إذا هنا الآن مازال كننتظروا الكوكبة، وصول الكوكبة الثالثة. إذا أعتقد الآن تم فتح المعابر، أعتقد يعني مر الطواف، يعني مر السباق، يعني كنا كننتظروا تكون شي كوكبة، ولكن كان ذاك هو المتسابق الأخير. أعتقد أنه وقع له شي عطاب أو أنه تصاب أو شي حاجة، كان هو الأخير. يعني الآن كتلاحظ بأن فتحت المعابر يعني وتأمين يعني السباق من طرف الأمن، كل المصالح الآن تعبئت اليوم لأجل إنجاح مرور الطواف المغرب. بداية الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.